five and seven tenths. اللي هي 5.7. five and اللي هي and اللي هي point وسيفن. تمام. جودي كانت raise hands. هاي جودي اللي بعديها يا مستر. ماشي. The place value of the digit 5 in the number 9.56 is 100. ركزي شوية، اللي بعد البوينتس على طول اسمه ايه؟ اللي جنب البوينتس على طول ما اسموش 100، اسمه ايه؟ اسمه 10. خلاص ال 6 هي ال 100. اوكي. طيب اللي بعدها بقى، لو احنا محتاجين دي نخليها ميكس، يعني انهي واحد في دول بقى؟ لو احنا حولناه بقى الامبروبر فراكشن يدينا 18 اوفر 4. فقلنا ليها طريقة سهلة قوي. الطريقة بقى بتبقى أول حاجة the same denominator، يعني نفس ال denominator هو هو 4 تبقى 4. أوكي. ونفكر how many times 4 give me 18، يعني كم في 4 يدينا 18، كم times 4 يدينا 18؟ مفيش. طب 17 برضه مش موجودة. طب 16 how many times 4 by 4 4 by 4. فاكتب بقى ال quotient أو result، اكتبه بقى في ال whole number كده، يعني كده 4 and 4 by 4 يدينا 16. طب دي 18، فنعمل 18 minus 16 يدينا كام بقى؟ 2 يدينا كام؟ 2. طيب دي الإجابة دي مش موجودة بقى، يبقى أكيد في simplest form. تمام؟ يعني إيه simplest form؟ يعني أكيد في حاجة divided تاني. فهما الاتنين هنا 2 divided 2 divided 2 ل 2 over 4 بس، فتبقى الإجابة إيه بقى؟ 4 and 1 and 1 over divided 2 يدينا 1 و 4 divided 2 يدينا 2. فالإجابة إيه؟ اللي هي 1 over 2. You understand؟ لو ما فهمناش احنا مسجل لكم الفيديو تسمعوه بعدين. نيجي بقى للزن. يعني ايه للزن؟ يعني بيقول لي 0.0017. تمام. less than يعني ده اصغر من مين؟ يعني عايزين رقم بقى اكبر منه بقى هنا. مين الاكبر هنا بقى؟ هلاقي مين؟ تعال نشوف 0.09 009 ولا 0.14 ولا 0.12. طبعا كله ده smaller than، اخر واحد بس هو اللي greater than. طيب نعرف ازاي؟ تعال نشوف هنا 0.01، هنا 0.05. اوكي. لو احنا مشينا step by step، نيجي بقى اللي بعدها اللي هي فيها البلس. احنا اتفقنا البلس لازم يكون ذا سيم دومينيتور، يعني 4 4 4 فتبقى دومينيتور برضو 4، يعني بنعمل بلس للي فوق بس. تمام. واللي تحت لازم يكون ذا سيم دومينيتور. ف 1 بلس 4 1 بلس 3 يدينا 4. 4 اوفر 4 يعني 4 ديفايدد 4. 4 اوفر 4 دي معناها 4 ديفايدد 4، يعني يبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 1. نيجي هنا الـ expanded. expanded form يعني كل رقم بالوحده بقى، يعني 6 بيتا هي 6 عشان هي units. بعد كده الـ 4 مش موجودة والـ 8 بقت 0.08. الـ 4 بقى تكتبها ازاي بقى؟ تبقى 4 ولا 0.4 ولا 0.04؟ مستر ممكن أقول؟ اتفضلي. هتبقى 0.4. 0.4. ليه اخترنا 0.4؟ لان هي ايه؟ on right of decimal point، عشان هي على يمين الديسيمال بوينت اول حاجه، فاسمها بقى مش هنحط لها 0 بقى من عندنا ولا اي حاجه. نيجي بقى اللي بعدها دي اللي احنا الرولز اللي احنا بنقولها what's happen in up it's be will happen in down، يعني اللي يحصل فوق بس يحصل ممكن انا اقولها لو سمحت؟ اتفضلي.
كام هيدينا 15؟ multiple 3 هيدينا 15. what's happening up it's CPU hovering down. هنعمل multiple 3 بقى 21. excellent 21 برافو عليك. مستر ينفع مستر اجاوب اللي بعديها؟ اتفضلي. ايكوال. ليه ايكوال؟ طيب هي مش عشان equal. الزيرو هنا مش بعد الناين، مش هتبقى ناينتي يعني. طب ما احنا لو عملناها بالانس هنكون هنا رقمين بعد الجسم البوينت، لازم برضه المفروض ننزل زيرو هنا كده برضو. المساله هي اللي هتكون الاكبر اللي على اليمين. هيبقى 9.9 90 هي. بعد كده قلت لك كمان احنا ممكن نعمل ستيب باي ستيب. يعني ستيب باي ستيب؟ يعني نمشي خطوه خطوه. انا عندي هنا 2 بوينت وعندي هنا 2 بوينت. البيهايند البوينت هنا 0 والبيهايند البوينت هنا 9، فمين اكبر ال 9 ولا ال 0؟ اكيد ال 9. او ممكن نحط 0 كده ونعمل بالانس ليهم هما الاثنين، يعني توازن، وبعد كده ايه نحل عادي. نيجي بقى برضو اكسباندد. تمام ال 1 احنا قلنا ال 1 ده نعتبره ان هو 10، ف 0 بوينت يعني 7 بلس كام يدينا 10؟ زيرو بوينت ثري. ولو عملنا 0.7 بلس 0.3 يدينا 1. تمام، احنا خدنا البلس مع بعض 0.7 بلس 0.3، هنشوف ازاي هتطلع 1. 7 بلس 3 0 و 10 وبعدين 0 ونعمل بوينت ونعمل 7 بلس 3 ونحط على الزيرو 1 فتبقى 1.0. مستر كان 1.0 اللي هي اصلا ايه 1. نيجي بقى اللي بعدها، ودي اول مره ممكن تشوفها. عايزين ديسمال بتوين، ودي اول مره ناخدها مع بعض. احنا عايزين بتوين 0.4 و 0.43. فلما يقول لي بتوين لازم نخليهم ينفع نخليها 4، هنخليها 40، هنحط لها 0 لان الرقم اللي بعدها بعد الـ 0.40 ودي 0.43، ايه اللي بينهم بقى؟ 0.41 و 0.42. ايه الموجود هنا؟ 0.42. You understand? Yes. Okay. Yes. Value. في different between the value and place value. The value يعني احنا عايزين الحاجة بقى digits. أو how many zero behind the six. أو the six عايزينها بقى بالdigits، عايزين the place بتاعها. عايزين هي ايه بقى 6 ولا 60 ولا 0.6 ولا 0.6. فنحلها ازاي بقى السكس دي؟ هتبقى ايه بقى؟ قلنا حاجة سهلة قوي، نحط مكان كل الموجود 0 0 وبعدين نحط يعني كل المكان الموجود 0 ونحط السكس عادي خالص. ايوه هتبقى 0 0.0 0.06. تمام، ف 0 يعني 0 واحد بس كفاية، و 0 و 6. دي بقى ده عايزها ديسيمال. مين فاكر الفايف بقى عشان تبقى ديسيمال بنعملها تايمز كام؟ 2. يعني الفايف عشان تبقى ديسيمال نعملها تايمز 2 عشان تدينا 10. طب مين فاكر الفور عشان تبقى ديسيمال؟ 25 عشان تبقى 100. مين فاكر الـ 8؟ 125. ال 8 تايمز 125 ايكوال 1000 ايكوال 1000. قلنا دول مهمين جدا. ايوه ايكوال عارفينهم عشان هم دول بس اللي ينفعوا يبقوا ديسيمال. يعني 2 وال 5 وال 4 وال 25 وال 8 125 بس هم اللي ينفع يكونوا ديمونيتور ويكونوا ديسيمال. اي حاجه غير كده تمام مش هتبقى ديسيمال بقى سهله. يعني اعمل 5 تايمز 2 ايكوال 10. تمام، واتس هابينين داون تايمز 2 will happen in up times 2 فتبقى بقى 7 و 6 over 10. 7 و 6 over 10 يعني هنا تبقى 7 و 6 in up 10 down.
البوينت بقى تبقى فين؟ او الاجابه تبقى ايه؟ هتكون 0.7. لا نركز، ال7 هي في الهول نمبر، هتبقى 7، هتبقى 7.6. نيجي بقى نحل البلس اللي هو ديفرنت ان دومينيتور. ففي طريقتين بقى، في طريقه اللي قلت لكم عليها نعمل سويتش، نقلب بقى ده مكان ده وده مكان ده، يعني من هنا تايمز 8 هنا تايمز 8 هنا تايمز 5 تايمز 5. اوكي، فيطلع لنا بقى الاجابه تبقى سهله بقى. فالاجابه تبقى ايه بقى؟ الاجابه هتكون هما الاثنين هيبقوا 40 من تحت. اوكي، 8 تايمز 2 هيدينا 16، و 3 تايمز 5 هيدينا 15. نعملهم بلس هيدينا كام بقى؟ 21 over 40. اوكي، نيجي بقى للكويشن اللي بعدها. مستر ازاي يعني هنا ال5 وال6 وال5 11، هنحط 1 وهنحط فوق ال1 وال1 فهيكون 3. صفحة كام يا مستر؟ 66 ده المبدأ من الكتاب. امال فين؟ اوكي، تعال اقول لكم نحلها تاني ازاي عشان اللي مش فاكر. نقول تاني، في طريقتين، في طريقة سهلة أوي اللي هي بتاعت السويتش، نقلب كل حاجة مكان حاجة خلاص. يعني عندي هنا في 8، هعمل هنا تايمز 8 تايمز 8، هنا في بقى 5 تحت فهعمل هنا تايمز 5 تايمز 5. هدينا بقى حاجات جديدة خالص، تمام؟ هيبقوا هما الاتنين 40. اوكي، واللي فوق بقى هيبقى كام؟ هيبقى 16 هنا وهنا 15. احنا اتفقنا بقى الديمونيتور ما دام 40 دي لما نعملها بلس مع 15 31 ماشي، فتبقى 40 ونعمل هنا بلس تطلع 31. سوري، نيجي بقى اللي بعدها. انا عندي هنا في 1 ماينس وهنا 0، تمام؟ فممكن احلها 1 ماينس 0 عادي، وممكن بقى نعملها ايه، نحولها بقى لميكسد، من ميكسد لامبروبر فراكشن. فنحولها اسهل، تمام؟ عشان في الماينس ممكن يكون رقم الاولاني هو صغير فتبقى فيه مشكله، فاحنا نحول ده للفراكشن عادي. مين فاكر بقى الكونفيرت يبقى ازاي؟ اول حاجه بتبقى 4 ونعمل بقى تايمز بلس 4 تايمز 1 4 بلس 3 4 تايمز 1 4 7 اوفر 4 ماينس ذا سيم 6 اوفر 7. عشان احل الماينس او بلس قلنا لازم يكون سيم دومينيتور، لازم يكونوا من تحت زي بعض. اوكي، نعمل سويتش عادي خالص، هنعمل هنا تايمز 7 تايمز 7، فنعمل هنا تايمز 7 ونعمل هنا تايمز 4، تمام؟ 7 تايمز 4 يدينا كام؟ 4 تايمز 7 4 تايمز 7 28، يبقى عندي 28 تمام. اللي فوق هنا بقى 7 تايمز 7 49، 6 تايمز 4 24. لغايه كده فاهمين؟ في حاجه صعبه؟ انا ما فهمتش يا مستر اللي حضرتك عملتها دلوقتي. احنا اتفقنا هنخلي اللي من تحت زي بعض خلاص. فاحنا قلنا هنا في عندي الناحيه دي فيها 7، فاعمل الناحيه الثانيه كلهم تايمز 7 تحت وفوق،
وعندي هنا في 4 فاعمل كلهم تايمز 4 تحت وفوق برضو مع النيموريتور والديمونيتور. تمام، فيطلع اول واحده 49 اوفر 28 والثانيه 24 اوفر 28. كده وصلنا بقى للسيم ديمونيتور، فهما الاثنين 28 28. فنعمل بس ماينس للي فوق. تمام، 9 ماينس 4 فتطلع اجابه 25. اوكي بليز محدش يكتب. نيجي بقى على نمبر 2.9 الليترز، عايزين النمبر ده بالليترز. حلو ازاي؟ 2 and 9 tenths. 2 and 9 tenths. لأن 9 عندي النمبر ده after 1 digit، لو 2 digit هقول 100، 3 هقول 7. برافو عليك روجين. نيجي بقى اللي بعدها، عايزين ده simplest form، هنعملهم كام؟ ينفع divided 6. تمام، اوكي ينفع divided 2، ينفع divided 3. فلو عملنا divided 6 يعني 24 over 36 هما الاثنين divided 6، هيدينا الاجابه كام؟ هتبقى 4 و 6. هنضطر بقى نعمل simples تاني، divided 2 divided 2 تدينا كام بقى؟ 2 over 3. تمام، يعني الإجابة تطلع في الآخر 2 over 3. نيجي بقى للرينج، عايزين نرتب دول بقى from the descending. احنا اتفقنا بقى كلمة descending اللي هو حرف الدي، دي معناها إيه؟ from the greater or from the small. هو فيها نقدر نحط 4 over 6؟ لا، لازم simplest form، لازم 2 over 3. دي بقى descending يعني from the greatest to smallest. تمام، to the least. نيجي بقى هنا هنركز بقى على قبل البوينت اللي هي اللي احنا بنسميها الهول نمبرز. مين هنا قبل البوينت؟ مستر فاي. اول حاجه هتكون 58. 58 دي اكبر حاجه، 58 دي اصلا اللي هي بوينت زيرو، بس طبعا بوينت زيرو مش كتب. فعندي اكبر حاجه في الهول نمبرز 58، فدي نمبر 1، يبقى اول حاجه بقى 58 دي اكبر حاجه. في حد عنده بعديها بعديها 8.5. بعديها 8.5، بعديها 5.8، بعديها 5.08، لكن دي 08. اوكي، او هنا بعد البوينت على طول هنا 8، لكن هنا بعد البوينت 0، فبوينت 8 هي الاكتر. واخر حاجه بقى 5.08. اوكي يلا بقى نيجي اللي بعدها، تعال نشرحها بقى مع بعض عشان دي أول مرة تعدى علينا برضو. اللي هي بقى between، ال between ال 17 وال 18، اللي between ال 17 وال 18 في حاجة بين ال 17 وال 18 ينفع أقول؟ ينفع تقولي يا محمد يا مستر؟ ينفع تقولي يا محمد؟ هنحط لهم بوينت وزيرو هما الاثنين. تمام،
وبعدين نقول 17.9 اي حاجه بقى يعني 4 5 6 بس اخرك 17.9. فهمنا يا جماعه؟ مثلا مثلا احنا لو محتاجين ديسمال بوينت بعد 17، فايه الديسمال بوينت بعد 17؟ 17.1 17.2 17.3. في حد ما فهمهاش؟ لا يا مستر. ايوه يا مستر انا ما فهمتهاش. او نو 17 هنعملها 17 بوينت اي حاجه بقى، يعني 17.1 17 يعني 17 بوينت اي حاجه اللي معناها بين ال 17 وال 18 يعني حتى 17.9 برضه يعني حضرتك عاملها برضه اي رقم؟ ايه؟ يعني حتى يا مستر ال 17.9 ده اهي برضه معموله اي رقم؟ ايوه المهم 17 بوينت اي حاجه، يعني 17.55 برضه بين ما وصلناش لل 18، 17 بوينت ما وصلناش برضه لل 18، ف 17 ونحط جنبيها اي ارقام كله ده ينفع. دي بقى دي محتاجين نعملها ascending order، يعني from the least يعني الصغير، مين اصغر fraction فيهم؟ تمام. فانا عندي من هنا في الديمونيتور في 3 في 8 في 6 في 12. اصلا عشان نحل مساله زي كده لازم نجيب حاجه اسمها LCM للديمونيتور. حد فاكر ال LCM وال HCF؟ انا فاكراهم. اوكي طب لو عايزين نجيب ال LCM بس بطريقه سو سمارت شويه، يعني مش هنقعد بقى نعمل فاكتورايز بقى ونعمل نعمل فاكتورايز ونطلع 3. في طريقه بقى سهله اسهل، احنا بنشوف كلهم اصلا فاهم مستر. هنفكر مثلا يعني نشوف اكبر حاجه اللي هي 12، كلهم ينفعوا ب 12 يعني 3 تايمز كام يدينا 12 موجوده 3 4 مستر. انا ما خدتش الاتش مستر بس 8 ما ينفعش. بس 8 ما ينفعش، فندور بقى على حاجه تانية تنفع، بس اقول لكم بقى ندور عليها ازاي. خلاص اللي ما خدش بقى ال سي ام عادي واحنا بنراجع. اوكي واحنا بنراجع في اي وقت كده بنراجعهم. المهم دلوقتي هنشوف في تيبل 12، يعني 12 تايمز 1 12، فكلهم ينفعوا تبقى 12 ما عدا ال 8. فشوف بقى حاجه ثانيه 12 ملتبلاي 2 يدينا كام؟ 24. دي هتنفع بقى كلهم هينفعوا يبقوا 24. اوكي يعني 3 over 8 هتنفع تبقى 24، يعني 3 2 over 8 الاول 2 over 3 الاول 2 over 3 ينفع نخليها 24، وال 3 over 8 هينفع برضو نخليها برضو 24، و 1 over 6 برضو تنفع تبقى من تحت 24 في الديمونيتور، واخر حاجة 5 over 12 هنخليها over 24. تعال نشوف what's happening down it's will happening up. 3 عشان تبقى 24 عملناها باي كام؟ 3 times كام يدينا 24؟ 8 يبقى 2 times 8 16. يبقى احنا عملنا تحت times 8 اوكي، فنعمل فوق برضو times 8. نيجي بقى ال 8 ال 8 بقت 24 فحصلها multiply 3، فاللي فوق multiply 3 تدينا كام بقى؟ 9. ال 6 24 فmultiply by 4، فالنيموريتور multiply by 4 1 by 4 4 4
12 multiply 2 يبقى so 5 multiply 2 10. مين بقى أصغر واحد فيهم بقى؟ 4 over 24. دي أصغر حاجة. طيب مين بعدها؟ اللي بعدها 9 over 24. اللي بعدها 10 over 24. تمام. لو أنا عايز أكتبهم بقى الأوريجن بتاعهم، الأصل بتاعهم بقى، فكده أصغر حاجة 1 over 6. أصغر حاجة كده 1 over 6. اللي بعدها 3 over 8. اللي بعدها تمام. مين نمبر 3 اللي هي اصلا كانت كام؟ 5 over 12. وكده اكبر حاجه بقى مين؟ ال 2 over 3. اوكي، اللي ما فهمهاش بقى يراجع الفيديو تاني ويحاول يسمعها تاني، يحاول يحلها لوحده بقى. نيجي بقى الورد كويستشن. هنا بيقول لي pass him boot a pen، يعني اشترى قلم. 4 3 and a half ال A يعني الباوند. اوكي، يعني 3.5 جنيه يعني بالعربي. تمام، 3 and a half. والرولر كمان، مسطرة كمان بكام؟ 1 and 1 over 4. How much money did he pay؟ هو دفع كام بقى كلهم على بعض؟ معناها نعملهم A plus. اوكي، طب عرفتها بلس ازاي؟ عشان هو بيقول لي دفع كام كله، ما قاليش بس الديفرنس ولا ذا ليفت ولا مثلا ريميندر. اوكي، هنيجي هنا بقى، يبقى 3 and half plus 1 over 4. اوكي، في البلس عادي ممكن ما احولش بقى، في البلس عادي بنعمل مثلا 3 plus 1 هيدينا كام؟ هيدينا 4. والفراكشن بقى 4 فراكشن هما 1 over 2 plus 1 over 4. ممكن نستخدم الطريقه اللي هي سويتش، يعني اخلي هما الاثنين تمام يتحولوا يبقى 8. بس انا شايف في حاجه اسهل. ايه الاسهل؟ مش ال 2 تنفع تبقى 4؟ فنعمل multiply 2 multiply 2 بيبقى، فدي بتبقى 2 over 4 ودي 1 over 4. 2 over 4 plus 1 over 4 يدينا كام؟ بس الاسكريم مش موجود ولا اي حاجه. هتبقى الاجابه مستر 3 over 4. يبقى الإجابة 3 over 4، يعني يدفع 4 جنيه 3 over 4 اللي هي 0.75. فدي الإجابات. أوكي، نيجي بقى شيت نمبر 7. مستر، ينفع حضرتك توريني اخر حاجة؟ شيت نمبر 7 هنحل منه حاجة ونخلي الباقي بقى نكمله tomorrow if God willing. مستر ينفع بس توريهوني عشان اخد صورة ليه لو سمحت؟ انا هبعت الصور بتاعته كلها دلوقتي، متقلقش. نيجي بقى لو عندي حاجة بلس تمام، وعايز بقى الميدل، عايز الميسنج نمبر، فبحل ده ماينس عشان اجيب اللي في النص، بحل ده ماينس تمام، فتبقى 8.6 minus 1.6. تبقى الإجابة إيه بقى؟ الإجابة تبقى 7.0، يعني تبقى 7.
نيجي بعد كده حاجة كنا خدناها قبل كده، الباوند هاو ميني مش بياستل، فاهم. بيرز ما بوات ده ورك شيت 7. الباوند هاو ميني بياسترز، الجنيه فيه كام قرش؟ 3. الجنيه الواحد اه فيه 1 باوند، 1 باوند. الجنيه الواحد فيه 100 بياسترز، تمام؟ يعني ال اي اللي هو الجنيه عشان نحوله ل بي تي بياسترز، تمام؟ بنعمل مالتبلاي 100، ولو احنا بنحول من البياسترز للباوند هنعمل ديفايدد 100، فنعمل هنا دلوقتي ديفايدد 100. اي مستر حاجة ممكن بقى اقول الاجابه؟ اتفضلي. هتبقى 3 باوند. تعال نشوف، هتبقى 355 اوفر 100 او ديفايدد 100. احنا اتفقنا بقى ديفايدد 100 ديسمال بوينت تبقى افتر هاو ميني ديجيت؟ 2 ديجيت. 2 ديجيت، يعني الاجابه تبقى ايه بقى؟ 3.55. 55. تمام.